رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. وطبعا من امبارح للنهارده ما كانش فيه طبعا اي اجازه للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، بل كمان كان فيه النهارده مباراه وديه ما بين النادي الاهلي وفريق جمهوريه شبين. اللقاء ده انتهى 3-0 لصالح النادي الاهلي. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن اللقاء ده معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده اثناء اللقاء. مساء الخير عليك يا شريف. شيما عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يمكن منذ قليل انتهت المباراه الوديه مع فريق جمهوريه شبين بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. يمكن احرز الاهداف اشاييه في الدقيقه 49 وميدو جابر في الدقيقه 53 وصالح جمعه في الدقيقه 88. يمكن الاهلي بدا المباراه الوديه النهارده بشريف اكرامي في حراسه المرمى، من اليمين للشمال اكرم توفيق، احمد علاء، كوليبالي، محمود وحيد، اثنين ديفندرين محمد محمود واسلام محارب، امامه وليد سليمان وجاليردو واجايين وراس حربه صريح هو مروان محسن، كان في البدلاء علي لطفي، صابر رحيم، حمودي، ميدو، عمرو جمال، عمرو بركات، مصطفى شوبير، صالح جمعه، الجزار، كريم يحيى، اسلام جابر. خليني اقول لك ان الملفت في الشوط الاولاني اللاعب الانجولي جيراردو اللي قدم 45 دقيقه ولا اروع ولا اجمل، يمكن لفت كل الانتباه. يمكن المباراه هتذاع ليلا على شاشه قناه النادي الاهلي حصريا ان شاء الله. الكل اللي كان متابع هذه المباراه اشاد بالانجولي، لاعب بيلعب جناح يمين، كان بيلعب من العمق، عمل ثنائي خطير مع جاييه اللي راجع بكل قوه، اللي عاوز يثبت نفسه. كان في النهارده تغيير وليد سليمان عمرو جمال اللي نزل النهارده راس حربه، يمكن لعب 90 دقيقه، قدم النهارده مستوى ولا اروع ولا اجمل. فانا كنت عايز اسالك عليه يا شريف، لان طبعا في ظل اصابه وليد ازارو وكمان حصول مروان محسن على ثلاث انذارات، اكيد محتاجين ان احنا نطمن على عمرو جمال. بالفعل هو وليد ازارو مصاب، ويمكن هيبان بكره مده الغياب او النهارده بعد انتهاء المباراه. يمكن انتهت المباراه لسه الدكتور خالد محمود ما حركش عشان اقدر اساله مده غياب وليد ازارو قد ايه، ولكن النهارده عمرو جمال كانت تغييره مكان وليد سليمان في الدقيقه 30 من الشوط الاولاني. طبعا وليد للاسف خرج مصاب. يمكن اكرم توفيق النهارده برده خرج مصاب في الدقيقه 45. لسه برده هنطمئن على الاصابات، ما اعرفش مسلسل الاصابات. طب انا عايز اعرف ايه حجم الاصابه اكرم توفيق ووليد سليمان؟ من الوهله الاولى اكرم توفيق يمكن الاصابه شكلها سهله، يمكن عنده جرح في الوجه يعني، فممكن تكون خفيفه، لكن وليد سليمان وقف والدكتور جاله فخرج معاه على طول، يبدو انها اصابه عضليه، لكن انا في انتظار تاكيد طبعا الدكتور خالد محمود. ولكن عمرو جمال من الدقيقه 30 كان موجود في الشوط الاولاني، قدم مستوى في الشوط الاول يعني مقبول، في الشوط الثاني قدم مستوى ممتاز جدا، يمكن كان لافت الانظار. في الشوط الثاني يمكن عمل تشكيل مختلف، مستر لاسارتي يمكن بدا بعلي لطفي، من اليمين للشمال كريم يحيى لاعب 97 يمكن قدم مستوى هايل النهارده، جنبيه ايضا لاعب 97 اسمه اسلام جابر، جزار النهارده كان بيلعب برضه قدم مستوى هايل، صبر رحيل في وسط الملعب، كان في محارب وكان في عمرو بركات اللي تألق بشده في الشوط الثاني، امامه كان ثلاثه ميدو جابر، صالح جمعه النهارده ظبط وسط ملعب النادي الاهلي بشكل ملفت للانتباه، حمودي، وفي راس الحربه عمرو جمال اللي كمل من الشوط الاولاني. عمرو جمال النهارده بيلفت الانظار ليه، ويبدو ان فرص عمرو جمال الفتره المقبله هتكون قويه جدا، فرص عمرو بركات هتكون قويه جدا، فرص اللاعب الانجولي اللي لفت كل الانظار هتكون قويه جدا 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 جدا. طيب يعني اللعيبه اللي شاركوا امبارح في الوقت الكامل من المباراه ما شاركوش النهارده في اللقاء، ولكن شارك في اللقاء اللعيبه اللي نزلوا تبديلات او في التغييرات، بالاضافه طبعا لتالق صالح جمعه زي ما قلت لي، عمرو جمال، وكمان قلنا جيرالدو كمان تالق جدا في اللقاء النهارده. خليني اقول لك طبعا اللعيبه اللي شاركت بالامس يمكن عملوا تمرين النهارده خفيف، وكان تمرين استشفائي اكتر منه تمرين، ما كانش فيه تمرين بالكره خالص، كل تدريبات بدنيه خفيفه جدا. ويمكن حضر اللقاء طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب، النائب معالي الوزير طبعا العامري فاروق، وامين صندوق الاستاذ الدرندلي خالد الدرندلي.
شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي، كان متواجد النهاردة في اللقاء الودي لجمع النادي الأهلي مع جمهورية شبين، اللقاء اللي انتهى بثلاث أهداف للا شيء لصالح النادي الأهلي. زي ما قال لنا شريف شعبان، تألق النهاردة جيرالدو وصالح جمعة وعمر